اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله، تبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأوقات في موازين حسناتكم، وأن ينفعنا وإياكم بما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بشركم وبشر نفسي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في هذا الفصل الماتع الذي عقده القاضي عياض عليه رحمة الله في أحكام وأوقات وكيفيات وفضائل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا قلنا لحضراتكم قبل ذلك إنه من أقدار الله عز وجل الجميلة، وأقداره كلها جميلة، إنه أن يوافق هذا شهر مولد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعني كأنها يعني بين قوسين رسالة من الله سبحانه وتعالى، إنه أفضل احتفال نحتفله في هذا الشهر بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاستنام بسنته ومعرفة دينه، أن نكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فلنحتفل جميعا بهذا، ولنكثر من الصلاة على رسول الله، ولنجعل لأنفسنا وردا يوميا من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، كنا وقفنا في كيفية الصلاة عليه والتسليم، مش كده؟ يلا اتفضل يا دكتور. الفصل الرابع في كيفية الصلاة عليه والتسليم. حدثنا أبو إسحاق إبراهيم ابن جعفر الفقيه بقراءة عليه، قال حدثنا القاضي أبو الأصبغ، قال حدثنا أبو عبد الله ابن عتاب عتاب ابن عتاب، قال حدثنا أبو بكر بن واقد وغيره، قالوا حدثنا أبو عيسى، قال حدثنا عبيد الله، قال حدثنا يحيى، قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. طيب، إذن لما ربنا يأمر سبحانه وتعالى في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، دول أمرين: صلوا وسلموا، صلوا عليه وسلموا تسليم. فقالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بيقول لهم: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. تعليم النبي صلى الله عليه وسلم دوت للصحابة في نكتة وفي إشارة لطيفة جدا، وهي أنه كأنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيعها إنسان، لذلك النبي أعادهم وأحال الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، فقال لهم: أنتم ما تعملوش حاجة، أنتم قولوا اللهم صلي، إن أنتم لا تصلون، أنتم تدعوا لمرتبتكم، تدعوا بالصلاة. فإذا ده فيه معنى علو قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيعها أي أحد. طيب، الغلابة اللي زينا يعملوا إيه؟ يدعون الله تعالى أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. يبقى: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. ماشي، تفضل. وفي رواية مالك عن أبي مسعود الأنصاري قال: قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. وفي رواية كعب بن عمرو، يعني هتقولوا إيه لو عايزين تسلموا؟ اللهم سلم على محمد وعلى آله كما سلمت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت، إلى آخره، أو السلام عليك يا رسول الله. نعم. وفي رواية كعب بن عشر
اللهم صل على محمد وعلى آل اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وعن عقبة بن عامر في حديثه اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد. وفي رواية أبي سعيد الخدري اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وذكر معناه. وحدثنا القاضي أبو عبد الله التميمي سماعا عليه وأبو علي الحسن بن طريف النحوي بقراءتي عليه قال حدثنا أبو عبد الله بن سعدون الفقيه حدثنا أبو بكر المطوعي حدثنا أبو عبد الله بن حاكم عن أبي بكر بن أبي دائم الحافظ عن علي بن أحمد العجلي عن حرب بن الحسن عن يحيى بن المساور عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه علي عن أبيه الحسين عن أبيه علي بن أبي طالب قال عدهن في يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عدهن في يدي جبريل وقال هكذا نزلت من عند رب العزة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طيب عدهم كام بقى؟ عدهم خمسة عدهن. يبقى إيه؟ صلي، بارك، ترحم، تحنن، سلم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى صلى علينا إذا صلى علينا أهل البيت إذا صلى علينا أهل البيت فليقل اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. المكيال الأوفى يعني يغرف من الحسنات. وفي رواية زيد بن خارجة الأنصاري سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك فقال صلوا واجتهدوا في الدعاء ثم قولوا اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. صلوا علي واجتهدوا في الدعاء ثم قولوا يعني هتفتتح الدعاء بالصلاة على رسول الله وتختموه بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الصيغ المذكورة كلها يا أخوانا صيغ للأفضلية وليست للوجوب، يعني مش لازم التزام هذه الألفاظ بهذا الترتيب. أي صيغة المسلم هيصلي بها على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فهي صلاة أو فهي سلام ولها نفس الثواب إن شاء الله تعالى. لكن العلماء بيقولوا إن الأفضل هو التزام الصيغة من باب الأفضلية وليس من باب إنه غيرها يكون باطلا، من باب الأفضلية إن الأفضل هو التزام الصيغة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. نشوف في روايتي وعن سلامة الكندي كان علي يعلمنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم داحي المدحوات وبارئ المسموكات اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك رأفة تحننك على محمد عبدك ورسولك الفاتح لما أغلق والخاطب لما سبق والمعلن الحق بالحق والدامغ لجيشات الأراضين كما حمل فاطلع بأمرك لطاعتك مستوفيا في مرضاتك واعيا لوحدك حافظا لعهدك ناضيا على نفاذ أمرك حتى أول رقبة لقابس آلاء الله تصل بأهله أسبابه به هدية القلوب بعد خوضات الفتن والإثم والإثم وأبهج موضحات الأعلام ونائرات الأحكام ومنيرات الإسلام فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك نعمة ورسولك بالحق رحمة اللهم افسح له في عدلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك مهنئات له غير مكدرات من فوز ثوابك المحلول وجزيل عطائك المعلول.
أي الصيغة دي من الحاجات اللطيفة، إنها من الصيغ اللي دايما يعني بياخد بعض ألفاظها الجماعة اللي هم التيجانية، واللي هي صلاة الفاتح المشهورة، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح بما أغلق إلى آخر ما يقولون. فدي من الحاجات اللي هم دايما يكرروها، وهذه الصلاة لها أصل، أهو لها أصل، والحديث موجود في أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور والطبري والطبراني وغيرهم. فهو يعني الحمد لله الحديث له إيه؟ له أصل، إن لم يكن له أصل أو موقوف على سيدنا علي رضي الله عنه. فيعني إحنا قلنا الأمر فيه إيه؟ فيه ساعة. كان علي رضي الله عنه يعلمنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا إنه موقوف على سيدنا علي، فسيدنا علي لا يفعل ذلك من نفسه، وإنما يفعل ذلك بإذن عام من النبي صلى الله عليه وسلم، أولا بالصلاة عليه، ثانيا إذا ما كانش هذا الكلام بهذه الصيغة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو دليل على أن الأمر في الذكر والدعاء فيه ساعة، علشان ما نجيش ننكر على كتاب دلائل الخيرات مثلا مليان صلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ترد. يعني في ناس بيضيقوا الواسع ويظنوا أن الواحد عشان يصلي على النبي لازم يلتزم الصيغة الواردة، أو عشان يدعي لازم يلتزم أدعية القرآن والسنة. هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام يكفي الإذن العام، يكفي أنه ما يكونش فيه الدعاء ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة لم يفهموا ذلك، يعني الصحابة ما فهموش من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم الداعية إلى الصلاة عليه أن يقتصروا على الصيغ الواردة. وها هو سيدنا علي رضي الله عنه يعني يصلي على النبي ما فتح الله عز وجل عليه فيقول اللهم داحي المدحوات. يعني إيه بقى داحي المدحوات؟ والأرض وما دحاها، يعني بسطها، اللهم يا داحي المدحوات، يعني يا باسط البسائط، وبارئ المسموكات، يعني خالق السماوات، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك، يعني صلواتك الشريفة وبركاتك النامية الزائدة المتنامية، ورأفة تحننك على محمد عبدك ورسولك الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والمعلن الحق بالحق والدامغ لجيشات الأباطيل، والمعلن الحق بالحق، المعلن الحق بالله تعالى أو بوسيلة من الحق، لا يعلن الحق أو لا يدعو إلى الحق بالباطل حاشاه صلى الله عليه وسلم، والدامغ لجيشات الأباطيل، جيوش الأباطيل، كما حمل يعني بلغ أعلن كما حمل، يعني لم يزد ولم ينقص صلى الله عليه وسلم عما أعطاه الله عز وجل، فهو بلغ الدين كاملا كما حمل. فاطلع بأمرك لطاعتك، يبقى اطلع بأمر الله لماذا؟ ليطيع الله عز وجل، مستوفزا في مرضاتك، يعني مسرعا في كل ما يرضي الله عز وجل، واعيا لوحيك، حافظا لعهدك، وكل الحاجات دي يصدقها القرآن، حافظا لعهدك وواعيا لوحيك بيدل عليها قول الله سبحانه وتعالى سنقرئك فلا تنسى، كده ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبسا لقابس. يعني حتى أورى قبسا لقابس، أي أظهر، الشيخنا بيقول أي أظهر نورا من الحق لطالب هدى، يعني حتى أورى قبسا، أنار نورا لطالب النور، حتى أورى قبسا لقابس. آلاء الله تصل بأهله أسبابه، به هديت القلوب بعد خوضات الفتن والإثم، وأبهج موضحات الأعلام ونائرات الأحكام، أبهج أعلن وأوضح الأعلام الواضحات والآيات الواضحات والأحكام النيرات ومنيرات الإسلام، الأحكام التي الإسلام الذي ينير للناس طريقهم، أو أحكام الإسلام التي تنير للناس طريقهم. فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك
يوم الدين وشهيدك يوم الدين، يدل عليه قول الله تعالى إيه؟ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وبعيثك نعمة، يعني الله عز وجل بعثه نعمة وتفضلا لا وجوبا. ورسولك بالحق رحمة، اللهم افسح له في عدنك، عدنك جنتك أو جنة عدن، واجزه مضاعفات الخير من فضلك، مهنئات له غير مكدرات. يعني الخير قد يأتي ومعه الكدر، مش كده؟ لكن لما يأتي الخير وهو خالص من الكدر فهو بيقول له إيه؟ مهنئات، الخيرات دي لما تروح له صلى الله عليه وسلم، مهنئات له غير مكدرات، من فوز ثوابك المحلول وجزيل عطائك المعلول. من فوز ثوابك المحلول، المحلول يعني إيه؟ يعني الموجود في الجنة، ثواب الله الذي مستقره ومكانه ماذا؟ جنة الخلد الذي يحل في الجنة. وجزيل عطائك المعلول، المعلول يعني المضاعف، وجزيل عطائك المعلول يعني المضاعف. اللهم أعلي على بناء الناس بناه، وأكرم مثواه لديك ونزله، وأتم له نوره، وجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة. يعني يا رب اجعل نظير ما بعثته للناس واخترته واصطفيته، أن اجعل شهادته على الناس يوم القيامة مقبولة ومرضية المقالة. ذا منطق، ذا منطق عدل وخطة فصل وبرهان عظيم، صلى الله عليه وسلم. وعنه أيضا، عن سيدنا علي أيضا، وعنه أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم ربي وسعديك، صلوات الله الرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وما سبح لك من شيء يا رب العالمين، على محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين والشاهد البشير الداعي إليك بإذنك السراج المنير، وعليه السلام. وعن عبد الله بن مسعود، اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك، إمام الخير ورسول الرحمة، اللهم بعث مقاما محمودا يغبطه فيه الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكان الحسن البصري يقول: من أراد أن يشرب بالكأس الأوفى في حوض المصطفى فليقل: اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصهاره وأنصاره وأشياعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين. وعن طاووس عن ابن عباس أنه كان يقول: اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى وارفع درجته العليا وآته سؤله في الآخرة والأولى كما آتيت إبراهيم وموسى. وعن وهيب ابن الورد، وهيب ابن الورد، وعن وهيب ابن الورد أنه كان يقول في دعائه: اللهم أعطي محمدا فضل ما سألك لنفسه، وأعطي محمد أفضل ما سألك له أحد من خلقك، وأعطي محمدا أفضل ما أنت مسؤول له إلى يوم القيامة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: إذا صليتم على النبي صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة عليه، فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه. وقولوا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين. يعني احسنوا الصلاة عليه، الاحسان هنا يعني الاكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، او اختيار افضل الالفاظ التي بها نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لعل ذلك يعرض عليه. وقولوا اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه فيه الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وما يكثر في تطويل الصلاة وتكثير الثناء على أهل البيت وغيرهم كثير. وقوله والسلام كما قد علمتم هو ما علمهم الله في التشهد من قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وفي تشهد عليه السلام على نبي الله السلام على أنبياء الله ورسله السلام عليك رسول الله السلام على محمد بن عبد الله السلام علينا وعلى المؤمنين والمؤمنات من غاب منهم ومن شهد. اللهم اغفر لمحمد وتقبل شفاعته واغفر لأهل بيته واغفر لي ولوالدي وما ولد وارحمهما. واغفر لوالي ولوالدي وما ولد يعني واخواته وارحمهما. يا ده التشهد اللي سألنا عليك انت قبل الصلاة يعني المفهوم انه ده التشهد اللي كان سيدنا علي بيقوله في الصلاة. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. جاء في هذا الحديث عن علي الدعاء للنبي بالغفران صلى الله عليه وسلم لأنه قال إيه اللهم اغفر لمحمد وتقبل شفاعته. وفي حديث الصلاة عليه أيضا قيل الدعاء له بالرحمة ولم يأتي في حديث الصلاة عليه أيضا قبله قبل الله إيه اللي هو اللي احنا قرأناه قبل قليل له اللهم ارحم وتحنن إلى آخر الدعاء له بالرحمة ولم يأتي في غيره من الأحاديث المرفوعة المعروفة. وقد ذهب أبو عمر بن عبد البر وغيره إلى أنه لا يدعى للنبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة وإنما يدعى له بالصلاة والبركة التي تختص به ويدعى لغيره بالرحمة والمغفرة. وقد ذكر أبو محمد بن أبي زيد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم محمدا وآل محمد كما ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم. ولم يأتي هذا في حديث صحيح وخرجته قوله في السلام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ذهب أبو عمر بن عبد البر وغيره إلى أنه لا يدعى للنبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة والمغفرة. ليه؟ لأنه صلى الله عليه وسلم خلاص غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وإنما يصلى عليه صلى الله عليه وسلم. طيب هل لا يجوز يعني لو واحد دعا للنبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة يبقى يأثم أو ارتكب مخالفة شرعية؟ لا، الجمهور العلماء على جواز الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة والمغفرة ولا بأس بذلك. وإذا كان ثابت عن سيدنا علي فمعنى ذلك أن الأمر يعني على الساعة ولا بأس في ذلك. ولم يأتي هذا في حديث صحيح وجاء قوله السلام عليك نبي رحمة الله يعني عليك رحمة الله أهو ورحمة الله وبركاته. الفصل الخامس في فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم عليه والدعاء له. حدثنا أحمد بن محمد الشيخ الصالح من كتابه قال حدثنا القاضي يونس بن مغيث قال حدثنا أبو بكر بن معاوية قال حدثنا النسائي قال أخبرنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله عن حيوة ابن شريح قال أخبرني كعب بن علقمة أنه سمع عبد الرحمن بن جبير مولى نافع أنه سمع عبد الله بن عمر بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وصلوا عليه فإنه من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه عشرة ثم تلوا للوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد. عايزين بقى نعد مع بعض كده فضائل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أول حاجة هو من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، دي رقم واحد.
ثم قالوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، فأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. حلت له عليه الشفاعة. ده يكون بعد سماع الإيه؟ بعد سماع الأذان. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه 10 صلوات، وخط عنه 10 خطيئات، ورفع له 10 درجات. 10 حسنات أو يرفع 10 درجات أو يحط عنه 10 سيئات. وفي رواية: وكتب له 10 حسنات. وكتب له 10 حسنات. يبقى إذن إيه؟ كم حاجة كده؟ واحد صلاة صلاة بعشر صلوات. والصلاة من الله معناها إيه؟ لما ربنا يصلي عليك ما معناها؟ معناها رحمة من الله ورضوان ومغفرة وتوفيق وسعة. يبقى دي إيه؟ 1 2 عشر حط عنه 10 خطيئات ورفع 10 درجات وكتب له 10 حسنات. يبقى دي 4 حاجاته. طيب. وعن أنس عنه عليه السلام أن إن جبريل ناداني فقال: من صلى عليك صلاة صلى الله عليه 10 ورفعه 10 درجات. ماشي. ومن رواية عبد الرحمن بن عوف عنه صلى الله عليه وسلم: لقيت جبريل فقال لي: إني أبشرك أن الله تعالى يقول: من سلم عليك سلمت عليك، ومن صلى عليك صليت عليك. يعني الجزاء من جنس العمل. ونحوه من رواية أبي هريرة ومالك بن أوس بن الحدثان ابن الحدثان وعبيد الله بن أبي طلحة وعن زيد بن الحباب الحباب سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال اللهم صل على محمد وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي. وعن ابن مسعود: أولى الناس بي يوم القيامة. يبقى 5 وجبت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وجبت هنا بمعنى وجوب على النبي، انه خلاص بقى غصب عنه لازم يشفعله. لا، ثبتت. وجبت هنا بمعنى ثبتت، يعني كتب اسمه ان شاء الله في سجل من سيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. يعني إيه أولى الناس بقى بالنبي؟ يعني أقرب الناس إليه صلى الله عليه وسلم. يبقى إيه رقم 6؟ القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرب ده بقى خد منه كتير، يعني هو فضيلة واحدة لكن تحتها عدد كبير من الفضائل. فالقريب من النبي صلى الله عليه وسلم لا يعاني ما يعانيه أهل الموقف يوم القيامة. القريب من النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من يديه. القريب من النبي صلى الله عليه وسلم يدخل معه الجنة. القريب من النبي صلى الله عليه وسلم يمر على الصراط. القريب من النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ميزانه. فهي ايه؟ فضيلة واحدة وفيها ايه؟ عدد كبير من الفضائل. يبقى أولى الناس بي يعني أقرب الناس مني يوم القيامة. وعن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم: من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما بقي اسمي في ذلك الكتاب. يبقى إذن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست قاصرة على الصلاة اللفظية، وإنما يمكن أن تكون إيه؟ صلاة كتابية. ومن فضائل الصلاة الكتابية إنه طالما الاسم موجود لم يمحى، يبقى إيه؟ كأنك بتصلي دائما، يعني كأنه لسانك شغال على طول. طول ما انت كتبت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ورقة او على صفحتك على فيسبوك او اي حاجة من الحاجات دي، طول ما هي موجودة فالملائكة ايه؟ تستغفر، او الملائكة تصلي عليك. من صلى علي في كتاب انت تستغفر لهم باقي اسمي في ذلك الكتاب. وعن عامر بن ربيعة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلت عليه الملائكة ما صلى عليه من ذلك عبد او فليكسر. يعني انت ايه؟ عرفت الفضيلة. شوف انت بقى عايز تبقى مين اللي هيقلله ولا يكتره. يعني زي ما انا كده بقول لك ايه، انا والله هجيب لك حاجة لو عملت حاجة. شوف انت عايز من الحاجة دي بقى كتير ولا قليل. فكأنه تشجيع على الفعل، تشجيع على العمل حتى تنال اكثر. فليقلل من ذلك عبد
أو فليكسر. وصلاة الملائكة معناها إيه؟ دعاء بالرحمة وحماية، يعني الملائكة لما تبقى مع العبد ملازمة للعبد بتسمع دعاء العبد أو صلاة العبد، ده معناها حماية، معناها بركات، معناها رحمات في المكان، بعكس وجود الشياطين. وجود الشياطين في مكان أو مع عبد دايما متنرفز، دايما خلقه ضيق، أهل البيت دايما بيتشكسوا مع بعض، بيتخانقوا مع بعض، في مشاكل كتير. ليه؟ بيت فيه مليان شياطين، قبائل شياطين موجود عندهم. فهو أنت إحنا نحتاج في بيوتنا إلى إحضار الملائكة، وإذا حضرت الملائكة خلاص على طول ذهبت الشياطين، لأن النور ينفي الظلام مباشرة، والملائكة النور. إلا إذا قلنا بقى اللي هيفضل مش شياطين، ولكن هيفضل مثلا العمار أو الجن المؤمن الذي يكون الذي لا يخاف من الملائكة. إن المؤمنين منه هيخافوا من الملائكة ليه؟ مش هيخافوا من الملائكة ولا حاجة، هم بيحبوا الملائكة. فليقل من ذلك عبد أو فليكثر. وعن أبي بن كعب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الواجفة تتبعها الواجفة، جاء الموت بما فيه. فقال أبي بن كعب: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت. قال: ربع. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قال: الثلث. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قال: النصف. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قال: الثلثين. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قال: يا رسول الله، فأجعل صلاتي كلها لك. قال: إذا تكفى ويغفر ذنبك. نعم نعم. فكم أجعل لك من صلاتي، يعني من دعائي، فالواحد بدل ما بس كده يقول: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم اغفر لي، اللهم أعطني، اللهم كذا، يسأل الدنيا أمور الدنيا والآخرة، ثم يختم بالصلاة على رسول الله، لا يطول شوية في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا دعاؤه مثلا هياخد 10 دقائق، يخلي منهم 3 دقائق، يبقى الثلث تقريبا، أو 5 دقائق، أو بدل ما يدعي يقعد يصلي على النبي. طب ما هو ما طلبش حاجة، يعني هو انت مش محتاج تقول. فاذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ تكفى امرك، يعني اللي انت عايزه يأتيك من غير طلب، وكمان يغفر ايه؟ ويغفر ذنبك. لذلك في ناس يعني لا يكادون يفعلون شيئا، لا دعاء ولا ذكر ولا اي حاجة خالص، هو ما يعرفوش في الدنيا غير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لما لها من عظيم الفضائل، فضائل عظيمة جدا جدا. ماشي. الشيخ عبد الله سراج الدين دوروا النهارده كده على كتاب الشيخ عبد الله سراج الدين، احد الاولياء، احد الصالحين، كتاب اسمه الصلاه على رسول الله، فضائلها وفوائدها واحكامها، كتاب كبير حوالي 200 وشويه، الشيخ عبد الله سراج الدين. وعن ابي طلحه: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت من بشره وطلاقته ما لم أره، فسألته فقال: وما يمنعني وقد خرج جبريل وأنفا، فأشارة من ربي عز وجل أشعرك أنه ليس أحد من أمتك يصلي عليك إلا صلى الله عليه وملائكته بها 10. يبقى الحديث هنا إيه؟ أبي طلحة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت من بشره وطلاقته ما لم أره قط. يعني النبي كان إيه؟ ضاحك، مستبشر، فرحان، بين عليه السرور. فقال: وما يمنعني، يعني فسألته، ما السبب؟ فقال: وما يمنعني وقد خرج جبريل فأتاني بشارة من ربي عز وجل، فقال: إن الله بعثني إليك أبشرك أنه ليس أحد من أمتك يصلي عليك مرة إلا صلى الله عليه وملائكته بها 10. شوفوا بقى الايه عظيم قلب النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصدق في قول الله تعالى: إيه؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو مش فرحان لنفسه، النبي هنا لا يفرح لنفسه، وإنما يفرح لأن ربنا هيرفع أمته معاه صلى الله عليه وسلم، فهو فرحان لأنه في فضل عظيم
أتى للأمة إلا صلى الله عليه وملائكته بها عشر. وعن جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد من الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته حلت له الشفاعة يوم القيامة. وعن سعد بن أبي وقاص من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له. وروى ابن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلم علي عشرة فكأنما أعتق رقبه. رقم كام دي بقى؟ وان احنا ما بقناش مركزين. طب قول لنا كده التسعة ايه هما؟ الصلاة بعشر صلوات حطها كمان عشر سيئات ورفع عشر درجات وكتب بلاء عشر حسنات وشفاعة النبي والقرب من الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وصلاة الملائكة عليه دعاء ورحمة وان الصلاة على النبي تكفي الانسان امره وتغفر ذنبه. احسنتي ماشي تمام. يبقى اعتق رقبة من صلى علي عشرا فكأنما اعتق ايه اعتق رقبة. وفي بعض الآثار لا يردن علي اقوام ما اعرفهم الا بكثرة صلاتهم علي. لا يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم انهم من امته او ليس هناك علامة تميزهم مش زي ما يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام كذلك المؤمنين هيعرفوا المؤمنين هيأتوا يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء ففي علامات هتميز الايه هتميز المؤمنين. في ناس أميز علامة عندهم كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي آخر إن أنجاكم يوم القيامة من أهوالها ومواطنها أكثركم علي صلاة. أكثر الناس نجاة يوم القيامة وأمنا يوم القيامة أكثرهم على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة. وعن أبي بكر الصديق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمحق الذنوب من الماء البارد للنار والسلام عليه أفضل من عتق العقاب. الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمحق للذنوب من الماء البارد للنار يعني الطير للذنوب تصير أكثر من أي حاجة تانية. هو طبعا في حاجة عامة وهي أن كل الحسنات تذهب السيئات إن الحسنات يذهبن السيئات والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول وأتبعي السيئة الحسنة تعمل فيها إيه تمحوها يعني لما تعمل سيئة بعدها حسنة حسنة تمحو السيئة. في حاجات بقى مفعولها سريع ومحوها إيه أخطر منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نعم كده والسلام عليه أفضل من عتق الرقاب صلى الله عليه وسلم. ماشي في ذم من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الفصل السادس في ذم من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وإثره. حدثنا القاضي الشهيد أبو علي رحمه الله قال حدثنا أبو الفضل بن خيرون وأبو الحسين الصيرفي قال حدثنا الصيرفي قال حدثنا أبو يعلى قال حدثنا السنجي قال حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا أبو عيسى حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا ربعي بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي ربما أنف رجل نخل رمضان ثم انصرف قبل أن يغفر له ربما أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. احنا قلنا بكذا رغم أنفه يعني ذل أو أصابه إيه الذل فرغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. يبقى أول ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إيه نصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرحمن وأظنه قال حر أحدهما يعني أدرك عنده أبواه أو أحدهما
وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال آمين ثم صعد فقال آمين ثم صعد فقال آمين فسأله معاذ يعني هذه بيطلع على درجات المنبر الثلاثة ويقول آمين الصحابة قاعدين تحت مش عارفين إيه اللي بيحصل ما يصعد درجة ويقول آمين ما يصعد درجة ويقول آمين طيب ثم بعد ذلك إيه بقى خطب الخطبة ونزل صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس إنه أكيد كل ده لما سيدنا معاذ يسأله مش هيسأله لا في الخطبة ولا في الصلاة فبعد الصلاة ما خلصت سأله سيدنا معاذ فسأله معاذ عن ذلك فقال إن جبريل أتاني فقال يا محمد من سميت بين يديه فلم يصلي عليك من سميت من سميت بين يديه يعني ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم من سميت بين يديه فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله قال آمين قل آمين فقلت آمين من سميت بين يديه يعني عنده في مجلس هو فيه ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو صفة من صفاته خلاص كده وبعدين فضل ساكت فلم يصلي عليك فمات فدخل النار يعني ايه ده دعاء عليه بانه ايه اذا مات يكون من اهل الايه يكون من اهل النار فابعده الله انه الجنه هي دار القرب من الله والنار هي دار البعد من الله فابعده الله قل امين فقلت امين فكانه هنا دعاء من النبي على من يذكر عنده صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه وقال في من أدرك رمضان فليقبل منه فمات مثل ذلك ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات مثله مثله يعني إيه هنقول إيه فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين فقلت آمين وعن علي بن أبي طالب عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال البخيل الذي ذكرت عنده فلم يصلي عليه البخيل كل البخيل الذي ذكرت عنده فلم يصلي عليه يعني انت الامر لن يكلفك شيئا فكون الواحد كده ما حتى ما ينطقش بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا بخل او يكتب عند الله بخيلا عن جعفر بن محمد عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكرت عنده فلم يصلي علي من ذكرت عنده فلم يصلي علي أخطئ به طريق الجنة يعني تاه عن طريق الجنة يعني طريق الجنة قدامه ومشيش فيه يعني طريق الجنة هو ايه معنى كده هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ماشي وعن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن البخيل كل البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه وعن أبي هريرة قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم زي ما عدينا بقى فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عايزين نعد مع بعض إيه ذم أو يعني عقوبات من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نقول إيه بقى رغم أنفه يخشى عليه دخول النار كده يسمى بخيلا او يكون بخيلا ويخطئ طريق الجنه ماشي وعن ابي هريره قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم ايما قوم جلسوا مجلسا ثم تفرقوا قبل ان يذكروا الله ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم كعليهم من الله ثروه كانت عليهم من الله تيره تيرة يعني نقص أو حسرة يبقى إيه إحنا إذا أردنا أن نتفرق من أي مجلس حتى لا يكون هذا المجلس شاهدا علينا يوم القيامة نعمل إيه نختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو بذكر الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء بنقول في نهاية المجالس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وكان الصحابة رضي الله عنهم يتفرقوا على قراءة سورة العصر وعن أبي هريرة رضي الله عنه من نفي الصلاة عليه نفي طريق الجنة وعن قتادة عنه صلى الله عليه وسلم من الجفاء أن أذكر عند رجل فلا يصلي عليه ده واحد قلبه مش متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم في كده ايه جفاء ان قلبه لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ان الواحد لو بيحب حد اول ما يذكر في قلبه كده فرح
فكده ما فيش جفاء. امتى يكون في جفاء؟ لما يعدي الاسم كده كاني ما سمع، يعني كاني ما سمعتش حاجه، ما فيش كده تعلق قلبي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فازاي بقى نخلي قلوبنا متعلقه بالنبي؟ انك تكثروا من الصلاه عليه، فمع الوقت القلب ايه؟ القلب بيلين ويرق. عن جابر صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا ثم تفرقوا على غير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا تفرقوا على أنتني من ريح الجيفة. أنتني من ريح الجيفة، يعني هنا الرائحة معنوية، رائحة المجلس، رائحة المجلس عند الله سبحانه وتعالى رائحة خبيثة جدا. هي المجالس كده، إما أن يكون المجلس رائحته طيبة أو خبيثة، والناس نفس الكلام رائحتهم طيبة أو خبيثة. والرائحة هنا هي رائحة الباطن، رائحة الحقائق، يعني الواحد ممكن يحط أغلى برفان لكن رائحته تنفر منها الملائكة. رائحة إيه بقى؟ رائحة المعاصي والعياذ بالله، عشان كده الملائكة تنفر منه. مين بقى اللي يقرب منه؟ الشياطين، هم اللي يحبوا الريحة الوحشة دي. فهو حكم الظاهر يا جماعة غير حكم الايه؟ حكم هو انت في الظاهر تجمل زي ما انت عايز، يلبس زي ما انت عايز اغلى الثياب، لكن النظر الله ما بيكونش كده، بيكون للقلب، مش كده؟ ان الله، لان الله ينظر الى صوركم ولانما ينظر الى قلوبكم واعمالكم. فنظر الله يكون الى ماذا؟ الى القلب. فالمجالس لها رائحة، البيوت لها رائحة، الناس لهم رائحة، رائحة تشم، وهذه الرائحة في الحقيقة ولها وجود حقيقي، يعني يمكن للصالحين ان هم يشموها، ممكن للصالحين يشموها فيعرفوا الناس من ايه؟ من روائحهم. والكتب لها رائحة، فيتقالوا كأنه ايه، في توجيه كده، ايه اقرأ الكتاب ده وتقرأ الكتاب ده. وعلى هذا فقس بقى، وعلى هذا ايه فقس. فده ضرب من ضروب الايه، اذا وقع يعني لبعض الصالحين في الدنيا، ده بيبقى ضرب من ضروب الكشف. لان هو الكشف معناه ايه؟ معرفة الحقائق، معرفة الحقائق. فانت في حاجة مدارية كشفتها، فانت رأيت الامور لا على، لا كما تبدو، وانما رأيت الامور ايه؟ على حقائقها كما هي عند الله، تمام؟ فمجالسنا دي يا اخوانا لها رائحة، لها ايه؟ رائحة معروفة عند الله سبحانه وتعالى، طيبة إذا كانت مجالس علم وذكر وقراءة قرآن، أو مجالس رائحتها خبيثة إذا كانت غيبة ونميمة وكده. عن أبي سعيد، وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلس قوم مجلسا لا يصلون فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حصى، وإن دخلوا الجنة لما يرون من الثواب. يا سلام، يعني كأن الواحد كده إيه، يا ريتني زودت صلاة، ده بعد ما يشوف ثوابها. إلا كان عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة لما يرون من الثواب. حكى أبو عيسى الترمذي عن بعض أهل العلم قال: إذا صلى الرجل على النبي مرة في المجلس أجزأ عنه ما كان في ذلك المجلس. أجزأ عنه يعني إيه؟ يعني كفاه ما كان في هذا المجلس من ذنوب أو من غفلات أو من شهوات أو من حظ نفس أو من سيئات إلى آخره. فهو الصلاة على النبي كأنها إيه؟ في آخر مجلس، تمحو وتزيل ما كان في هذا المجلس من شرور ونحو ذلك. طيب هنقف هنا، وعلشان يعني نبقى ما بنقولش بس كلام كده وخلاص، إحنا ممكن نقعد كده 10 دقائق مع بعض نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا لهذا الكلام واحتفالا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. هتحب انت الحاجات دي يا مالك؟ انا عارف. يلا بسم الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على سيدنا محمد وعلى كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا
إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما على سيدنا إبراهيم آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد على آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا كما باركت على سيدنا إبراهيم آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد باركت على سيدنا إبراهيم آل سيدنا إبراهيم في إنك حميد مجيد. اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد تعالى إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.